ضغط الانصار كبير على منطقة الغزية حاليا. الانصار ايضا مستلم مع موني، موني عم يحاول ينطلق بالمساحة الفارغة، موني عم يخترع ايضا، الاختراع بيكون موجود، الكرة عرضية، جول! انذار ورا انذار، وبالنهاية السجن يلي اعطى التقدم من غير زاوية من كل الزوايا. كمان مرة الحج مالك صار منه لحسام، ترجع لعند موني، موني بيتقدم بيتخطى الاول الثاني، بيلعب الكره للحج مالك، الحج مالك داخل منطقه الجزاء بيعكس الكره لموني، موني على الجهه اليمنى، فرصه لفريق الانصار. لوين كان اللاعب التونسي قدر يرجع الكره لمصلحه الانصار، والانطلاق من جديد مع موني على الجهه اليسرى، موني عم يخترق المنطقه مره جديده، بيلعب الكره العرضيه، ما معقول، موجود على الجهه اليمنى، رامي فقيه متاخر مره جديده، يكون لصالح فريق النجمه. كره اماميه مع الاونيكا يلي عم يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تسديدة كنا شفنا، عم تتنفذ الكورنر داخل منطقة الجزاء، وتسديدة كمان عم بتكون من موني، رات فردية عالية كتير، موني، موني بتقدم، اوه في خطأ، خطأ وانذار، خد انذار اول بالمباراة وانذار اول بدوري الفا، انذار يلي لعب مع مارسي ولعب ايضا بانجلترا مع العديد من الانديه وحاليا بانجلترا بالبريمير ليج، مهاجم فولهام الفرنسي اسمه ابو بكر كمارا، الاسم المنتشر بشكل كبير اذا بعالم الفوتبول وموجود بلبنان من خلال مدافع الانصار. الشباك عم تهتز مره جديده، والمثلث المرعب عم بحكي عن موني علاء البابا وحسام اللواتي بيقدر يصنعهم، اللواتي لا يزال عم يستعرض مهاراته وامكاناته، عم يغرب المدافع الغزي، اللواتي بيلعب الكره الاماميه، موني 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 بالعرضيه، اللواتي داخل منطقه جزاء، رح يزيد الخطوره اكثر على الجهه اليسرى، لاعب سريع، لاعب بجيد المراوغه، وعنده ايضا دقه بالكرات العرضيه، هيدا هو عم يسلم الكره لعند موني، تبادل جميل للكرات بين موني والشبريكو، الشبريكو داخل منطقه الجزاء، الخطوره موجوده، الخطوره خطر دائم بيكون، موني ايضا بيحاول يسدد، جول! انهيها موني، كيف انهيها موني باجمل طريقه ممكنه، باجمل بدايه، باي طريقه سجلت، رائع جدا حسن شعيطو، شوفوا ملة تسديده، شوفوا ملة تسديده رهيبه، انفجرت بشباك الشباب الغزيه ومع فجرت الفرحه الانصاريه، يا فنان يا لعيب يا كبير، ملة هدف، ملة جول، موني شوت، موني بوم، موني جول.